90 دقيقة تحبس فيها الأنفاس. حلم 14 أم 7؟ لا يمكننا أن نصل إلى حافة البئر ولا نشرب منه، لكنها في النهاية لن تبتسم إلا لفائز واحد. في 9 السبت تتجه أنظار العالم نحو باريس، حيث تشهد الليلة تسمية الفائز بذات الأذنين. ريال مدريد نحو التربع منفرداً باللقب 14، وليفربول لتحقيق نجمته الأوروبية 7. مباراة يدخلها البعض بدوافع مختلفة، ربما يكون الثأر والانتقام هو العنوان الأبرز حتى وإن جاهدوا كي يخفوا ما تحمله صدورهم. كارلو أنشيلوتي، أو كما تلقبه الجماهير كينغ كارلو. تفاصيل قصته تعود إلى العام 2005، وقتها كان كارلو يعيش اللحظات الأسعد. فريقه على وشك التتويج باللقب الأوروبي، البيج ميلان يمطر شباك ليفربول بثلاثية نظيفة في شوط واحد. إسطنبول تشهد على مسرح تاريخي للميلانيستا. حلم بدأ يتبخر بشكل تدريجي وتحول إلى كابوس مزعج بعودة لا تصدق للريدز. ليلة مزعجة عاشها أنشيلوتي صاحب الألقاب الأوروبية 3، تداركها سريعاً في النهائي الذي أقيم بينهما في 2007، ونجح وقتها الميلان في الفوز على ليفربول بهدفين لهدف. النهاية السعيدة التي كتبت لأنشيلوتي تقابلها قصة حزينة ليورغن كلوب. الألماني الذي كادت حياته أن تتحول لجحيم قبل 4، وصفوه وقتها بالمنحوس. كيف لا وهو المدرب الذي يصل إلى قمة المجد ولا يتذوقه؟ وقتها كان كلوب على وشك ملامسة لقبه الأول مع الريدز، حينما وصل بهم إلى نهائي الأبطال وكان عليهم تخطي الريال. هذا لن يكون اللقب الأول مع ليفربول، بل النجمة الأوروبية الأولى لكلوب، بعد محاولة فشل فيها مع دورتموند الألماني لصالح بايرن ميونخ. لكن الحظ أدار ظهره له من جديد بسيناريو لم يكن يتوقعه أحد. الألماني لم يستسلم وفاز باللقب في العام التالي، لكن هاجساً بداخله يرغب في رد الدين لمدريد. ليس كلوب وحده من يحلم بذلك، المصري محمد صلاح أعلنها مبكراً. هناك حساب وحان وقت تصفيته. تلك الليلة لم تكن مجرد مباراة يصاب فيها صلاح، الإصابة حرمته من نهائي كان يحلم به لسنوات ومشاركة في كأس العالم انتظرها الملايين. تدخل راموس وقتها، قضى على الحلم، فتحولت الابتسامة إلى بكاء ونحيب. صحيح أن راموس غادر مدريد إلى باريس، لكن صلاح لا يرى سوى الانتقام الكروي مما حدث. أوروبا أعلنت حيادها التام في نهائيات مدريد وليفربول. ابتسمت للريدز في نهائي 1981 هناك في باريس، حينما فاز ليفربول على مدريد بهدف لآلان كينيدي، ولكنها عادت في 2018 لمصالحة ريال مدريد، حينما أقيم النهائي بينهما في كييف بأوكرانيا. هذه المرة يعود النهائي بينهما إلى باريس مجدداً، لكن المفارقة أن تلك المباراة كانت ستقام في روسيا قبل أن تتسبب الحرب في تغيير مكانها. باريس التي ابتسمت للريدز قبل 40 عاماً، لمن تبتسم هذه المرة؟